فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي حينما أرجع من السفر وأقابل أخي، هل يجوز لي أن أقبله في خده؟ على الرأس، التقبيل على الرأس إلا ما بين الزوجين فلا بأس، أما ما عداهما فالتقبيل يكون على الرأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.